أهمية لقاء مثل لقاء حماية مش بس مهم للوضع الداخلي بس، هيدا اللقاء بخلي يكون ملتقى فعلا لكل الخبرات العالمية تجي وتستفيد منها دبي والإمارات العربية، بس بنفس الوقت بتربط هالخدمات الخبرات مع بعضها وبتنشر الخدمات وهالخبرات لدول أخرى. الاستجابة المتوازية بين خفض الطلب وخفض العرض على المخدرات، لأنه الاستجابة عم بتكون أكثر هلأ في حاجة لاستجابة صحية لواقع المخدرات من ناحية الوقاية ومن ناحية العلاج.